فبيقول المسلم اللي عمل جريمة في دار من دور العبادة لغير المسلمين، هو يعني مطمن بقى، حاطط صوب بطنه بطيخة صيف، ده في حديث في البخاري يعفيه من الايه، يعفيه من اي عقوبة، هو قال كده يعفيه من اي عقوبة ويصحح اللي عمل، يعني هو اقدم على هذا الفعل على انه صحيح بدليل الحديث ده لا يقتل مسلم بكافر. طبعا ده تدليس، ده تدليس. فايش حكاية حديث لا يقتل مسلم بكافر دي؟ طبعا مش معنى الحديث ان اللي يقتل اهل الكتاب بدون حق عمل صح، لا مش معنى الحديث كده. الحديث ما قالش اللي عمل ده صح، لا، الحديث استثنى من العقوبات عقوبة الايه؟ القتل. يعني اللي يقتل، اللي يقتل مسلم يقتل غير مسلم بدون وجه حق، غلطان ولا مش غلطان؟ غلطان. يعاقب ولا ما يعاقبش؟ يعاقب، بس بما دون القتل، عاقبه بكل العقوبات الرادعة كما يراها الحاكم بقى، بما دون الايه؟ بما دون القتل. ليه؟ لنص الحديث، لنص الحديث. الرسول قال لا يقتل مسلم بكافر. ليه؟ لأنهما ليس متكافئي الدم، دم المسلم أعلى شأنة. تقول بقى عنصرية، قول اللي تقوله. اه طبعا دم المسلم أعلى شأنة، أمال ايه؟ مش عايز افصال يعني.